السلام عليكم، كيف عاملين؟ تنتمنى كاملين تكونوا في صحة جيدة. مرحبا بكم مرة أخرى في القناة، وشكرا لكم وشكرا على الدعم ديالكم وشكرا على البارتاج ديالكم. تنشكر بزاف الناس اللي بارتاجات لي فيديو ديالي، شكرا لكم. وصراحة تنفرح بزاف بالتعاليق اللي تتخليو ليا، شكرا لكم كاملين واحد واحد. ومرحبا بالناس الجداد ومرحبا بالناس القدام. وتنتمنى من الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. فيديو قصير ان شاء الله، غادي نديرو لكم على واحد الكريم رخيص بزاف، ارخص كريم كاين في الصيدليه، ولكن فريمون عنده واحد واحد الفوائد كثيره على البشره ديالنا ولا على الجسم ديالنا. فيه الكريم وفيه لولي وفيه حتى كريم تشونج بالنسبه للوليدات الصغار اللي تنغيروا لهم لي كوش ديالهم، تنستعملوه اليوم. انا غنهضر لكم اليوم على اوليو سكين. اوليو سكين ما غاليش بزاف، تنظن يقدروا يكونوا بزاف الناس عارفينه، مي يقدروا ما عارفينش مناش متكون. اوليو سكين فيه جوج ديال المكونات اللي زوينين للبشره، غزالين البنات البشره، يعني نقدر نقول لكم فيه لا فيتامين او، فيه لا وفيه الويلداموند. كيف ما تنعرفوا لا فيتامين او تيصلح لكليرسيسون ديال البشره، تبيض لينا البشره، وكذلك تيصلح للترطيب، تحيد لينا مع المده هذوك لي سيكاتريس اللي تيكونوا عندنا في البشره ديالنا. الناس اللي عندهم حروق ديال الشمس، يعني لا فيتامين او راه كلكم عارفين، راه ديجا انا تكلمت لكم في واحد الفيديو سابق على لا فيتامين او. دابا نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. واوليو سكين فيه كيف قلت لكم هذا الوجه وهذا الجسم، وفيه الكريم تشونج للوليدات الصغار. يمكن لكم تستعملوه الوجه ديالكم الا كان ناشف، يمكن لكم تستعملوه الا كنتو درتو لاصق الوجه ديالكم ولا الخيط الوجه ديالكم. يمكن لكم تستعملوه ككريم ليلي، ما عنده حتى شي اضرار، لان كيف قلت لكم المكونات ديالو اصلا مهمه للبشره ديالنا، لا فيتامين او وزيت اللوز، يعني حوايج اللي ما غيضروش لكم البشره ديالكم. يمكن لكم ديروه ليديكم، كريم ليديكم. اما بالنسبه للولي هذا تصلح للترطيب ديال الجسم، المناطق الحساسه ما تخافوش منه، يمكن لكم تستعملوه من بعد دوش الجسم ديالكم. لكانوا الوليدات عندكم البشره ديالهم ناشفه، كذلك يمكن لكم تستعملوه ليهم. يمكن كاينين بعض النساء تعانيوا من مشكل ديال هذوك الحبوب اللي تيكون صغير وتيحيد وتيخلي لهم هذاك لاطراس في الجسم ديالهم. راه زوين الا داومتوه، الا درتوه شاك جوغ راه فريمون زوين، وما غيخليش لكم هذاك لاطراس ديال الحبوب هذاك الصغير اللي تيكون في الظهر، ما غيبقاش لكم لاطراس ديالو. كيف قلت لكم يديروه الناس الكبار والناس الصغار، يعني الوليدات الصغار يمكن لكم تستعملوه ليهم، ما عنده حتى شي اضرار. وبالنسبه لو كريم راه كاينين الناس انا تنعرفهم تيديروه للوجه ديالهم. انا اول استعمال كنت خديت اللولي كان وقع لي واحد المشكل في الوجه ديالي، كنت درت لاصق الوجه ديالي وكان وقع لي واحد المشكل، كانت عطاته لي مرت خويا، جربته اول مره تنجربو انا في هذيك السيمانه، فريمون وجهي رجع زوين، يعني حتى هذاك بحال من تديروا لاصق ولا هكا تيبقى لكم هذاك بحال مجروحين بحال محروده وهكا، ما بقاش يعني في السيمانه ما بقاش عندي هذاك المشكل. ومن تما انا تيعجبني، حتى الناس اللي تيجيو عندنا لا فارماسي بعض المرات تيقول لك عطيني شي حاجه اللي رخيصه، شي حاجه اللي زوينه اللي تصلح ليا، الا كان طياب في وجهي، الا كان شي حرق خفيف وخلى لهم هذيك الحموريه، تيجيو مثلا من الشمس وباغين شي حاجه اللي تحيد لهم هذيك الحموريه، تنصح بهم لان ما عنده حتى شي اضرار وزوين. الا خديتوها البنات راه ما غتندموش. يمكن لكم كيف قلت لكم تستعملوا الجسم ديالكم، استعملوه المناطق الحساسه ما عنده حتى شي اضرار. والكريم راه يمكن لكم ديروه للوجه ديالكم من الليل لليل، تيبيض تيرطب تيحيد ليطاش، ليطاش مع المده، ما غنقولش لكم غديروه سيمانه جوج سيمانات غيحيد لكم ليطاش، مستحيل، ما كاينش شي كريم. راه حتى لي كريم ديال ليطاش راه من تديريهم راه تتكون عندهم واحد المده وتيبداو هذيك الدرجه ديال ليطاش تبدا تنقص من نهار، يعني من سيمانه لسيمانه. هو زوين ما يضركمش، ترطبوا به وجهكم، خصوصا شتي الوجه الا كان مرطب بزاف يعني بزاف المشاكل ما تيبقاوش، التجاعيد ما تيبقاوش، ليطاش تيبداو يتمسحوا، الوجه ما تيبقاش شاحب، تتولي فيه هذيك كيف تنقولوا تيولي وجهك مبشو فيه واحد البريق اللي زوين. تنتمنى منكم تشريوه رخيص ما غاليش، يعني يمكن اي واحد ياخذه. وهذا الشيء بغيت نتقاسم معكم هذا اللولي وهذا الكريم لانه فريمون زوين، وهذا هو وقته. عليكم السلام.